تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل، وصباح السعادة، وصباح الصحة. مستمعينا الأعزاء، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعينا الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل له آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعينا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معايا اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة ميرة لغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة، وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة دائما أرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. ونستعرض فقرة برامجنا مستمعينا الأعزاء دائما، فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم اخترنا لكم موضوع تحت عنوان أفضل البهارات لتجنب أعراض التهاب المفاصل. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، بتعطينا المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. فقرة التغذية لهذا اليوم، الاحتفاء بالمتبرعين بالدم في يومهم العالمي، وبتكون معايا عبر هاتف الدكتورة مي رؤوف، المديرة الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معاها في البداية عن اليوم العالمي للتبرع بالدم، وأيضا اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. أما فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء وكوفيد 19 ودليل الصيف، بتكون معايا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، للحديث عن دليل الدليل وفكرته وأهم محتويات هذا الدليل، وأيضا التركيز على سلسلة الأدلة الإرشادية التي أصدرتها هيئة الصحة بدبي بشكل متواصل. نرجع مستمعينا الأعزاء إلى فقرة مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. الله بالنور ثرو أخوي عبد الله، وعليكم على كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك بالنور والعافية أختي أسمى، وشو مستجداتنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ يوم أمس كان يوم مميز صراحة، كان يصادف يوم العالمي للتبرع بالدم، ومن ضمن الأشياء اللي الجميلة اللي صارت كان هناك تغريدة من حساب اسمه الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، كتب فيها: خلال تبرعي بالدم اليوم ضمن حملة دمي لوطني، نشكر القائمين على هذه الحملة الإنسانية. يوم انطلقت حملة دمي لوطني، وهي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت في موسمها الجديد حين تقدم الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم المشاركين في الحملة ليكون أول المتبرعين من خلال موسمها هذا العام. أخوي عبد الحملة هاي من 2012 سنويا هيئة الصحة تسويها مع شركائها الاستراتيجيين، وهي خدمة الأمين وصحيفة الإمارات اليوم، وهالحملة انطلقت أمس. أيضا من ضمن الأشياء اللي تم وضعها أمس تأكيد على أهمية تبرع الدم والتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وصلت وايد أسئلة حطينا منها أوقات عمل المركز، ممكن يروحون مركز دبي تبرع بالدم وهو قريب من مستشفى لطيفة في نفس الحرم، من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 الصبح لين الساعة 8:30 المساء للتبرع بالدم.
أيضا من ضمن الأشياء هم يدرون خطوات يسوونها، يحملون تطبيق هيئة الصحة، يضغطون على خدمة دمي تبرع بالدم، يعني يختارون تبرع بالدم اليوم ويحطون تعبئة الاستبيان. في استبيان هاي من الشروط العالمية لازم واحد يملي هالاستبيان قبل أي عملية تبرع بالدم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نقولها دام هو كان يوم العالم تبرع بالدم، إنه يمكن لي أخذ تطعيم كوفيد 19 أتبرع بالدم بعد 7 أيام من أخذ الجرعة، سواء الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية. أيضا أكد على أهمية، يعني نحن حاليا وايد نشجع ونهتم بشكل كبير بالفئات المعرضة لمضاعفات كوفيد، في حال إذا ما أخذوا التطعيم ممكن أنهم يأخذون تطعيم من خلال مثلا كبار المواطنين، يقدرون يتصلون على مركز الاتصال 8342 ويطلبون خدمة زيارة المنزلية لأخذ التطعيم، وراح يوصلهم تطعيم لين لهم. ايضا مراكز الرعاية الصحيه ومراكز التطعيم يمكن اخذ موعد من خلال تطبيق هيئه الصحه بدبي او من خلال تطبيق واتساب 8342. تقريبا هالاشياء احنا ايضا نحب ناكد ان يعني ونذكر بشكل كثير ان العلل الاحصائيه اللي تم نشرها اليومين اللي طافوا، اللي هي 8 من كل 10 أشخاص من المصابين هم من غير المطعمين غير حاصلين على التطعيم، فرقم كبير من كل 8 من 10 هم مو ماخذين تطعيم أصلا. أيضا 9 من كل 10 أشخاص اللي موجودين في المستشفيات وفي العناية المركزة هم من غير المطعمين، فيعني نحن ننصح يعني التطعيم لأنه راح يقيهم بشكل كبير من أنهم يدخلون من مضاعفات المرض أو أن يدخلون المستشفيات أو العناية المركزة. وايد نشجع الجميع خصوصا العيال اللي يشجعون أبهاتهم يحاولون يقنعون خصوصا أولياء الأمور اللي عندهم في البيت أن يأخذون اللقاح عشان صحتهم وسلامتهم، ويعني ويخف الضغط النفسي الصراحة لما تحس أن مثل أمك وبوك مو ماخذ التطعيم تنفي ضغط نفسي كل ما حد يزورك كل ما صحيح. فصح أن لازم نحن نلتزم بإجراءات الوقائية، لكن جزء من الوقاية أن نحن سوينا اللي علينا وخدنا تطعيم وخدنا بالأسباب، فيعني دائما نأكد أنه يعني وخدمة الطلبة بيتهم بس عليهم أنه يتصلون على 8342 يطلبون الخدمات المنزلية. تقريبا هالأشياء اللي حابين نأكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. أتمنى لك الصحة والسعادة أختي اسمى الجناحي، شكرا جزيلا لك وعلى هاي المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعين الأعزاء بعد الفاصل بتكون معايا اليوم عبر هاتف الدكتورة مي رؤوف المدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معاه عن الاحتفاء بالمتبرعين بالدم في يومهم العالمي بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، من بين التقاليد الإيجابية الرائعة هذا اليوم الذي خصصته منظمة الصحة العالمية ليكون يوما دوليا للاحتفاء بالمتبرعين بالدم، ومن دون شك فأن التبرع بالدم مستمعين يعد قمة الإيثار والعطاء، فالواجب الإنساني هما ما يدفعان المتبرع لتقديم دمه طوعا، وهو يدرك أن كل نقطة الدم يمكن أن تساعد في إنقاذ حياة إنسان. حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء يشرفني أن تكون معايا اليوم عبر الهاتف الدكتورة مي رؤوف المدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة بدبي. دكتورة مي صباح الخير. صباح النور والسرور.
الله يحييك دكتورة مي، وسعداء جدا وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، وأيضا للحديث عن تحت هذا العنوان الاحتفاء بالمتبرعين بالدم. ودكتورة لو تحدثينا في البداية عن اليوم العالمي للتبرع بالدم وأيضا اليوم العالمي للمتبرعين بالدم. نعم، طبعا خصصت منظمة الصحة العالمية يوم 14 يوم من كل عام للاحتفال باليوم المتبرعين بالدم الطوعيين، وهو طبعا هذا التاريخ يصادف ميلاد العالم كارل لاندشتاينر، وهو العالم اللي اكتشف فصائل الدم. وطبعا بعد اكتشاف فصائل الدم صار تغيير كبير وطفرة في عالم نقل الدم. فهذا اليوم يستخدم لتقديم الشكر والعرفان وكل التقدير للمتبرعين بالدم اللي برعون بدمهم طوعا لصالح ولخدمة مرضى بغض النظر عن جنسياتهم أو ديانتهم أو لونهم أو أعمارهم. فهذا العمل الإنساني النبيل اللي يقوم به المتبرعين بالدم يحتاج إلى تقديم وتقديرهم بيوم مخصص للاحتفال بهذا العمل الإنساني اللي قدموه للمرضى. فهذا هو طبعا اليوم العالمي للمتبرع بالدم، يتم الاحتفال به ويخصص تخصص دولة تختار منظمة الصحة العالمية لتكون مقر الاحتفال لكل دول العالم. ففي هذا العام 2021 الدولة المضيفة للحدث هي روما إيطاليا، لكن أنا اليوم أحب أن أقول أنه في عام 2008 كانت دولة الإمارات وما زالت أول دولة عربية تضيف الحدث عالميا بمناسبة اليوم العالمي المتبرع بالدم. كان في عام 2008 تحت رعاية كريمة لصاحب السمو خليفة بن زايد الله يحفظه رئيس الدولة، وكانت تدعم التبرع بالدم الطوعي. فهذا طبعا يعكس مدى اهتمام شيوخنا وقياداتنا العليا في دولة الإمارات لدعم التبرع بالدم، عمل إنساني نبيل، وكذلك لحاجة المرضى لدم آمن ومتوفر حسب حاجتهم. صحيح دكتورة مي، طبعا مثل ما ذكرتي بأن يعني بالنسبة للمتبرع يعتبر هذا اليوم يوم مهم، فدكتورة إلى أي مدى يحتاج هذا المتبرع بالدم مثل هذا النوع، مثل هذا الاحتفال أو الاحتفاء وهذا التقدير أيضا؟ والله من خبرتنا وتعاملنا مع المتبرعين هم ناس يقومون بعمل إنساني وما ينتظرون يعني صحيح. يعني شكر أو تقدير، لكن تخصيص يوم للاحتفال وتكريم المتبرعين بالدم على عملهم الإنساني في يعني جهتين. جهة الأولى طبعا أقل واجب ممكن إحنا نقدمه كلمة شكر، كلمة تقدير للمتبرعين بالدم. الشيء الثاني توعية المجتمع، توعية الجمهور أنه في يوم تخصص في كل دول العالم لتقدير المتبرعين، وهذا طبعا يعتبر حث للمتبرعين أنهم يتوجهون للتبرع بالدم من الأشخاص اللي يستطيعون التبرع، اللي يتوفر فيهم شروط التبرع بالدم ويتمتعون بصحة وعافية أنه يتبرعون بالدم، لأنه في حاجة للبنوك الدم اليوم مع تطور الخدمات الصحية وتنوعها وزيادة عدد المستشفيات، فهناك زيادة طبعا في الطلب على دم. ومع كل التقدم والتطور اللي صار في العلوم الصحية في مختلف أنواعها لا يوجد بديل لدم الإنسان. يعني الشيء الوحيد سبحان الله إنه ما لا يوجد دم صناعي، لا يوجد بديل لدم الإنسان. فهناك حاجة ملحة من لجميع بنوك الدم إنه تدعو من يستطيع التبرع بالدم للتوجه والتبرع بالدم. وطبعا اليوم أحب أقول أنه دولة الإمارات والحمد لله في كل مراكز التبرع بالدم اعتمد من جمعية بنوك الدم العالمية وتعمل بأعلى معايير الجودة، فالمتبرع يكون مطمئن وآمن أثناء تبرعه بالتبرع بالدم لأن أعلى المعايير الجودة اللي تضمن سلامته تضمن راحته متوفرة في مراكز التبرع بالدم داخل الدولة الحمد لله. صحيح
دكتورة مي، طبعا حن مثل ما ذكرت بأن الشخص يعني يوم يتبرع بالدم هناك أيضا الكثير من الفوائد الصحية اللي يستفيد منها الشخص اللي متبرع في الدم. يمكن بنتكلم في هذا الموضوع بعد قليل، ولكن خلنا دكتورة نحن في يعني جانب يعني القيمة أو القيم الإنسانية اللي تنبع دائما من الشخص اللي يتبرع، من مجموعة القيم اللي يتميز طبعا بها مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة. كيف كان دكتورة لهذه يعني القيم أهميتها في التبرع بالأخص للشخص المتبرع بالدم، وأهميته مثل ما ذكرتي لإنقاذ يعني قطرة دم ممكن أن تنقذ أيضا حياة إنسان؟ الحمد لله، يعني مثل ما تفضلت حضرتك، المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات أرض كلها خير وعطاء وتدعم العمل الإنساني. فالحمد لله في إقبال كبير من الناس بصورة عامة على التبرع بالدم، وهم يتوجهون إلى مراكز التبرع بالدم حتى بعد مثلا الاتصال بهم هاتفيا. اللي احنا مثلا في مراكزنا في مركز دبي للتبرع بالدم التابع لهيئة الصحة في دبي، في عندنا طبعا بيانات المتبرعين بالدم، ويتم التواصل دائما تذكيرهم بالتبرع بالدم. فبس نذكرهم يعني معظمهم إذا يستطيعون المجيء ما يتأخرون عن المجيء والمساهمة في إنقاذ حياة. وأحب أقول طبعا أحسن مثال صار أدنى وقت الحد من الحركة المرورية أثناء جائحة كورونا في عام 2020. صحيح. من بدت مثلا تقل الحركة المرورية، الناس بدأوا مثلا يشتغلون من بيوتهم، فما توقف التبرع بالدم، وهي نعمة. صحيح. كبيرة حقيقة. كثير من الدول عانت من نقص الدم، لكن إحنا الحمد لله إنه كان في دعم كبير من القيادات العليا. نعم. مع من شرطة دبي، من سهلت حركة الناس ومجيئهم ووصولهم إلى مراكز التبرع بالدم، والناس ما توقفت عن التبرع. صحيح. يعني لأنه طبعا هيئة الصحة وفرت أجواء آمنة وسلمة للمتبرعين بالدم واستمروا بالعطاء. وأحب اليوم أن أذكر يعني دائما يعني أقول هذا الكلام، أنه مرات في متبرعين بأمراض دم نادرة قليلة. صحيح. الوجود، ويكون مثلا المتبرع تبرع قبل مثلا خلينا نقول مثلا شهر، وبعد له شهر حتى يتبرع المرة الثانية، لكن لما تأتي الحاجة مريض معين في مستشفى معينة محتاج هذا الصنف الدم، ونتصل بهذا المتبرع ونقول له أنه يجي يتبرع لأن في مريض محتاج وصنفك نادر، فما يتأخرون عن التبرع. طبعا احنا نعمل إجراءاتنا الطبية حتى نتأكد أن التبرع ما يضر للمتبرع، لأن الفترة الزمنية ما اكتملت بين تبرع والآخر، لكن هذا يعكس لك حب العطاء، حب. صحيح. الخير اللي موجود في دولة الإمارات، دولة الخير والعطاء. فالحمد لله احنا يعني محظوظين، والحمد لله الناس فيها كثير خير وحب للمساهمة بهذا العمل الإنساني. نعم. وأيضا دكتورة يعني لو تذكرين مع بداية الجائحة، يعني مع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي كانت، يعني رغم هذا مثل ما تفضلتي دكتورة، يعني كانت هناك دائما اتصالات من المتبرعين يبون يعرفون كيف الإجراءات الوقائية، كيف أنهم يوصلون ويتبرعون بالدم. وهذا الإحساس الجميل الحقيقة، يعني الجانب يعني الإحساس بالجانب الإنساني دكتورة مي، والإحساس بأيضا جانب المسؤولية، الحقيقة شيء جميل جدا، وأكيد يعني دكتورة أنتم تشعرون به بشكل دائم من قبل المتبرعين. نعم طبعا، يعني هيئة الصحة فورا وفرت خيمة كبيرة جدا واسعة مبردة مجهزة بكل المعدات الطبية الحديثة. صحيح. حتى نظام الطابور الآلي وفرتها بسرعة وبكفاءة عالية، وهي طبعا كانت الغاية منها أنه أعطاء متبرع الراحة النفسية، أنه المكان آمن، كل الإجراءات الاحترازية مطبقة. صحيح. لضمان سلامته أثناء التبرع بدم. ومثل ما تفضلت حضرتك كانت في كثير اتصالات توصل إلى مركز الاتصال التابع. نعم. لهيئة الصحة،
بخصوص أوقات العمل، كيف يجون يتبرعون بالدم. فالحمد لله يعني هيئة الصحة دعمت ودائما تدعم مركز دبي للتبرع بالدم، لأن خدمة توفير وحدات الدم للمرضى المحتاجين ما توقف أثناء الجائحة. كان ما زال في مرضى ثلاسيميا، ما زال في أمراض دم وراثية، ما زال في ناس عندهم الله يحفظ الجميع أمراض سرطانية، فالحاجة للدم لم تتوقف أثناء الجائحة، موجودة ومستمرة. والحمد لله المتبرعين بالدم الكرام ما توقفوا عن التبرع بالدم حتى نقدر نوفر احتياجات المرضى. صحيح. فكل الشكر والتقدير طبعا للمتبرعين بالدم اللي استمروا بالتبرع أثناء الجائحة ومستمرين بالتبرع المنتظم. وطبعا اتوجه بالشكر لقياداتنا على الدعم اللامحدود لمراكز التبرع بالدم. الحمد لله بنية تحتية قوية. صحيح. وأجهزة ومعدات طبية من أحدث الموت عالميا متوفرة في بنوك الدم الحمد لله. دكتورة، نحن الحقيقة دائما نسمع بمركز دبي للتبرع بالدم، الجو الإيجابي والبيئة التفاعلية اللي موجودة دكتورة مي بين المركز وبين المتبرعين، حابين الحقيقة نسمع عن هذا شوية. الحمد لله احنا يمكن مستمعين سمعوا في حلقات كثيرة كنا نتكلم عن تطبيق دمي، وهو مثلا هو خدمة دمي موجودة داخل تطبيق هيئة الصحة في دبي، موجود على الهواتف المحمولة. من خلال تطبيق دمي كان في خدمة اللي هي التسجيل الأشخاص اللي يرغبون بالتبرع بالدم أثناء الطوارئ والأزمات. يعني في ناس مثلا ما ترغب بالتبرع حاليا، بس لو تحتاجون، لو في حالة طارئة الشخص يحب يتبرع بالدم. فعن خلال من خلال تطبيق دمي كان في أعداد كبيرة من المتبرعين، وصل عددهم أكثر من 8000 شخص مسجلين في خدمة أنه ممكن يتبرعون في حالات الطوارئ والأزمات. استغلينا هذه الخدمة بصراحة واستفادنا منها كثير أثناء أزمة كوفيد، لأن كنا نتصل بالمتبرعين اللي يحبون التبرع في حالات الطوارئ والأزمات، وأكثرهم استجابوا والحمد لله أنه يأتون المركز للتبرع بالدم. إحنا طبعا من خلال تطبيق دمي نتواصل بصورة مستمرة مع المتبرعين، نبعث notifications إرسالات نذكرهم مثلا باليوم العالمي مثلا للمتبرع بالدم، نذكرهم بمثلا أشياء تخص مثل أثناء كوفيد تغيرت شروط التبرع بالدم، انضافت شروط إضافية فتم إعلانها عن طريق خدمة دمي. بالإضافة إلى هذا احنا فعلنا من قبل سنتين انه بس يخلص المتبرع بالدم التبرع توصل مسج على الهاتف المحمول المسجل أدنى بالنظام تشكره للتبرع بالدم، ونشتغل حاليا على تذكيره بالموعد المقبل للتبرع بالدم. فاحنا في تواصل مستمر مع المتبرعين المسجلين اما عن طريق خدمه دمي اللي موجوده داخل تطبيق هيئه الصحه الذكي، او عن طريق الرسائل النصيه اللي نبعثها على المتبرعين. كذلك عندنا نظام داخلي بالاتصال اليومي بمجموعه من المتبرعين لتذكيرهم تبرع بالدم. ففي كثير ناس يقولون انه لو ما تذكرونا مثلا احنا ننسى، فاحنا نقوم بتذكير المتبرعين بالتبرع بالدم، واكثرهم الحمد لله يستجيبون ويأتون للمركز للتبرع بالدم. بالاضافة طبعا احب اشكر ادارة الاعلام والتسويق في هيئة الصحة، فاثناء الجائحة وبالايام العادية يستمرون بإعطاء معلومات للجمهور حول صحيح. مثلا أوقات العمل، شروط التبرع بالدم، فوائد التبرع بالدم، وهذا طبعا يوعي الجمهور ويذكرهم بالتبرع بالدم. نعم دكتورة، يمكن في آخر دقيقة ولكن عندنا رسالة نقراها عن طريق الاسمس. السلام عليكم، أنا كنت أحد المتبرعين بالدم كل شهرين وصار عندي تكسر بالدم، ومن ثم وقفني من التبرع وأنا دمي يرتفع يوصل إلى 17.5
دكتورة عندك أي تعليق عن هذا الموضوع؟ أتوقع على أساس أن يمكن من البداية نحن ذكرنا بأن دائما الشخص اللي يتبرع بالدم هناك فوائد أيضا صحية، مثل ما يذكرها أحد المستمعين بأن كانت عنده مشكلة تكسر بالدم، ومن خلال التبرع أصبح دمه يرتفع بشكل مستمر. هي فوائد التبرع بالدم المنتظم طبعا هو يساهم في تنشيط نخاع العظم، وهو المصنع اللي يصنع كريات الدم الحمراء والبيضة والفصائح الدموية، يعني خلايا الدم في داخل العظام الطويلة في مادة اسمها نخاع العظم، وهي اللي تصنع الدم داخل جسمنا. فأثناء التبرع بالدم، بعد التبرع الجسم يفقد كمية من السوائل، يفقد هذه الخلايا، فيقوم نخاع العظم بإنتاج خلايا نشطة وجديدة، بالإضافة إلى أن التبرع بالدم المستمر يقلل من نسبة الحديد الزائد بالدم، ويمكن هذا اللي يعني المتصل. فإذا يتبرع باستمرار ما يصعد الحديد إلى درجات تكون مثلا غير صحية بالنسبة للمتبرع. وأثبتت كل الدراسات أن التبرع بالدم المنتظم يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية، لأن يقلل من كثافة الدم. ففي كثير فوائد للتبرع بالدم، بالإضافة إلى كونه عمل إنساني صحيح. وكثير من المتبرعين المواطنين على التبرع بالدم مثل الأخ الكريم المتصل جدا يضايقون إذا توقف التبرع بالدم لأي سبب كان، يحسون براحة، هو نشيط إذا تبرع بصورة مستمرة. شكرا لك دكتورة مي رؤوف، مدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم، وجودك معنا اليوم. وأيضا نبارك الحقيقة للمتبرعين ليومهم هذا، ونشكرهم جزيل الشكر على هذا العمل الإنساني. شكرا لك دكتورة مي. أهلا وسهلا، حفظ الرحمن. مع السلامة دكتورة. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل دليل الصيف بتكون معايا عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. مستمعينا الأعزاء، وضمن الجهود المتواصلة لهيئة الصحة بدبي لتعزيز الصحة العامة لدى أفراد المجتمع وحماية أفراد المجتمع من مختلف الأمراض، دائما هيئة الصحة بدبي تصدر الكثير من الأدلة الطبية في إطار سلسلة الأدلة الإرشادية التي تعمل على إصدارها لتنمية الوعي المجتمعي تجاه الأمراض وسبل الوقاية أيضا منها. للمزيد حول هذا الموضوع مستمعين الأعزاء، يشرفني أن تكون معايا اليوم عبر الهاتف الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صباح الخير. صباح الخير عبد الله، وصباح الخير لجميع المستمعين. الله يصبحك بالخير والعافية دكتورة هند، وسعداء وجودك معنا اليوم في برنامج صحة وسعادة، ودائما نشكر جهودكم الحقيقة المتواصلة دكتورة هند في موضوع تعزيز الثقافة المجتمعية لدى أفراد المجتمع وحمايتهم من مختلف الأمراض والبرامج الوقائية. هناك دكتورة هند الكثير من الأدلة الطبية اللي تم إصدارها من خلال أو من قبل هيئة الصحة بدبي المعنية بموضوع الجانب الإرشادي، فلو نتحدث معك اليوم دكتورة عن دليل الصيف، نبذة عن هذا الدليل وأيضا فكرته. طبعا بما أن احنا دخلنا في فصل الصيف، وإحنا نعرف أن جونا يعتبر من الأجواء الحارة، لذلك يعني فكرة هذا الدليل يعني احنا بنيناه نتيجة لتفكيرنا ان المجتمع بيحتاج بعض الارشادات عشان يكون هذا الصيف اكثر صحي واكثر سعادة.
فإحنا حاولنا أن في هذا الدليل نشمل جميع المواضيع اللي ممكن الشخص العادي في المجتمع يحتاج أن يعرف هذه المعلومات الأساسية عشان يدخل فصل الصيف ويستمتع بفصل الصيف. وبعد في نفس الوقت هذا إحدى جهودنا عشان إحنا نقوم بتوعية المجتمع بكافة المواضيع. ودائما إحنا بكل دليل نحاول ندخل معلومات ما قد مرت على الشخص أو معلومات جدا تكون عملية وممكن يستفيد منها في حياته. نعم طبعا دائما دكتورة الأدلة الإرشادية هاي تساعد مثل ما تفضلتي وذكرتي تساعد الناس وأفراد المجتمع للحصول على أيضا يعني غير أنه دليل إرشادي ويتم يعني تثقيف الناس عن أمور كثيرة ولكن أيضا هو مرجع يعني صحي ومرجع رسمي بإمكانهم الرجوع إليه وأخذ المعلومات الصحيحة. طبعا يعني احنا نحاول ان هذا الدليل لما احنا نقوم باعداد هذا الدليل نحط نفسنا في مكان الشخص، شو هي من المعلومات اللي انت ممكن تمر عليك او تحتاجها خلال فصل الصيف. صحيح. فمن هنا احنا كوننا المواضيع الاساسيه اللي تكون موجوده في هذا الدليل. نعم دكتوره ايضا حابين نسمع منك محتوى هذا الدليل. طبعا هذا الدليل حاولنا أن يشمل المواضيع أنماط الحياة الصحية، من يعني نقصد بأنماط الحياة الصحية شو هي الرياضات اللي ممكن أنت تسويها أثناء الصيف، شو نوعية التغذية اللي ممكن أنت لازم تتبعها أثناء فصل الصيف، وأيضا تحدثنا عن موضوع جدا مهم اللي هو ترطيب جسمك بالمياه أثناء فصل الصيف. عطيناهم نبذة عن أهمية المياه وكمية المياه اللي يحتاجها وشو هي الأشياء اللي ممكن تصير في جسمه إذا هو ما حرص على ترطيب جسمه بشكل صحيح. وأيضا احنا اتطرقنا لموضوع جدا مهم اللي هي الانهاك الحراري وضربات الشمس، لأن احنا نعرف ان جونا من الأجواء اللي جدا حارة وجدا مشمسة، فإحنا حاولنا نعطي نبذة للقارئ ما هو الإنهاك الحراري، شو هي ضربات الشمس، شو هي الأعراض، كيف ممكن أنه يتجنب هذا الشيء، وأيضا كيف هو ممكن يعرف الشخص الثاني إذا مثلا حس أنه يعاني من إنهاك أو يعاني من ضربة شمس. وأيضا تحدثنا في هذا الدليل قسم خاص بالبشرة وأمراض البشرة وكيف أنت تحافظ على بشرتك أثناء فصل الصيف، وتحدثنا لهم عن واقي الشمس وشو أنواع واقي الشمس. وأيضا تحدثنا عن اللي الأشخاص في فئة من الناس نعرف عبد الله أنه في فصل الصيف يحبون التشمس، فحاولنا أن إحنا نعطيهم بعض النصائح الأساسية إذا كنا إحنا طبعا ما ننصح بالتشمس، ولكن إذا هم كانوا حابين أن يسوون هذا الشيء فحاولنا أن نعطيهم النصائح اللي ممكن يسوونها عشان يكون التشمس أقل ضررا على بشرتهم. وأيضا تحدثنا عن النوم في فترة الصيف، احنا نعرف ان النوم شوي تلخبط في فصل الصيف سواء احنا كنا كأشخاص بالغين او حتى اطفالنا ايضا ممكن نومهم شوي تلخبط في فصل الصيف، فعرفنا القارئ عن النوم وكيف آلية النوم وشي يصير في الصيف. وأيضا ما نسينا الأطفال في الصيف، في قسم خاص يتحدث عن جميع المواضيع اللي تهم الأطفال في فصل الصيف من ناحية غذائهم، أنشطتهم، النوم أيضا، تغذيتهم، الماء اللي لازم يشربونه. في قسم خاص يتحدث عن أطفالنا والصيف. وبعد ما نسينا الصحة النفسية، لأن احنا دائما في كل دلائلنا نحاول أن نغطي كافة المواضيع، وإحنا طبعا احنا نعرف أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان الصحيحة، فإحنا أيضا اتطرقنا لجانب الصحة النفسية. وبعد ما نسينا أن احنا ما زلنا نكافح جائحة كوفيد 19، فأيضا في قسم خاص يتحدث عن التدابير الاحترازية. نعم. اللي الشخص لازم يتبعها أثناء فصل الصيف. وبعد في قسم أخير يتحدث عن السفر، لأن احنا نعرف أن العديد من الأشخاص بيفكر أنه يسافر في فصل الصيف، فحاولنا أن نعطيهم
النصائح اللي يحتاجونها أثناء سفرهم، قبل سفرهم، حتى أيضا بعد رجوعهم من السفر. صحيح، ما شاء الله دكتور. دكتورة هند، حسبه يعني عمل جبار وعمل يعني شمولي، دليل شمولي، تطرقتي إلى يعني جوانب كثيرة ممكن أن الإنسان يحسبه أن هذا مرجع متكامل ومعلومات يعني متنوعة في جوانب مختلفة ممكن الإنسان أنه يستفيد منه. ومثل ما ذكرتي دكتورة هند، ويعطيك العافية الحقيقة، يعني شملتوا أنتوا جميع الأعمار والفئات والأشياء اللي يحتاجها الإنسان، يعني أدق التفاصيل تطرقتوا لها، يعطيك ألف عافية دكتورة. ومثل ما ذكرتي دكتورة أن الدليل له يعني محتويات كثيرة وجوانب كثيرة، هل هناك جانب معين دكتورة هند تحبين أنك تركزين عليه في هذا الدليل وتحدثين عنه؟ طبعا جدا مهم عندي أن احنا نتحدث عن الترطيب في جسمك. أنت لازم تعطي جسمك الكمية اللي يحتاجها من الماء، وحددناها بمعادلة، لأن احنا نعرف عبدالله أن أنت إذا ما حرصت أنك تأخذ كمية كافية من الماء ممكن تؤدي هذه إلى مشاكل كبيرة، صعب جدا أنك أنت بعدين تداركها. فإحنا وايد مهم عندنا أن احنا نذكرهم أن لازم أنت تحافظ على رطوبة جسمك. في بعض النصائح إذا يسمح لنا الوقت السريع أقول لهم شيل معك زجاجة الماء دائما، إذا أنت ما تحب طعم الماء حط إضافات للماء، إذا أنت من النوع اللي تحب تتمرن فجدا مهم أنك أنت تزيد من نسبة الماء اللي أنت تشربها. وفي العديد العديد من النصائح إحنا بعد عطيناهم فيها. الموضوع الثاني اللي أنا حابة جدا يعني اللي أنا أعطيكم فكرة ونبذة عنها اللي هي الإنهاك الحراري وضربات الشمس. إحنا نعرف أن في هذا الفصل الحار صحيح. درجات الحرارة جدا ترتفع، وخصوصا للأشخاص اللي يشتغلون تحت حرارة الشمس العالية ودرجات الحرارة العالية، فأتينا العديد من الحالات الإنهاك الحراري وأيضا ضربات الشمس. لذلك جدا مهم ان احنا نذكرهم ان ديروا بالكم من انكم تتعرضون لهذا الانهاك الحراري. هناك فئات اكثر عرضه للاصابه بهذا الشيء عبد الله، هم كبار السن، اطفالنا، ايضا اللي يعانون من امراض مزمنه، امراض القلب والرئه والكلى، او يتناولون ادويه تخليهم عرضه انهم يتعرضون للجفاف اكثر. هذول لازم يديرون بالهم من الإنهاك الحراري وضربات الشمس. وأيضا ما ننسى الرياضيين والعمال اللي يعملون خارج تحت أشعة الشمس، هذه أيضا من الفئات اللي جدا مهم أن احنا نذكرهم أن كيف يديرون بالهم يحمون نفسهم من الإنهاك الحراري. وفي فئة أيضا بنشوف العديد، أتمنى أن ما نشوف هاي الحادثة اللي تصير كل مرة نسمع عن أطفال أهاليهم ينسونهم في السيارات، وعلى أساس أن إحنا بس خمس دقائق بروح باخذ لي غرض وبرجع ويترك الطفل في السيارة. فإحنا نقول أن ننصح أن أنتم ما تتركون أطفالكم ولو لدقائق معدودة في السيارات، لأن تحت أشعة الشمس والسيارة تكون مغلقة فدرجات الحرارة في السيارة تكون جدا عالية، مش درجات صحيح. العادية. فإحنا يعني دائما نذكر الأهالي، إحنا ما نبي نشوف هاي الأخبار المحزنة وفاة طفل في السيارة ونسوا الطفل في السيارة. فإحنا نقول حاولوا قدر المستطاع أنكم تنتبهون لهذه الأمور. نعم. وما تتوقعون أني أنا إذا خليت طفلي خمس دقائق خلاص ما بيصير في شيء. نعم دكتورة هند، عندنا مداخلة اتصال من الأخ علي. مرحبا أخوي علي. السلام عليكم. سلام الرحمة، شكرا لتواصلك أخوي علي على برنامج صحة وسعادة. مشكور الدكتورة الله يوليها الصحة والعافية على النصائح الطيبة. الله يبارك فيك. وعندي سؤال للدكتورة. الدكتورة مثلا تسوي رياضة مثلا ولا شيات، إذا يشرب ماي بارد وايد زين ولا مبزين، ولا عقب التمرين يشرب ماي بارد وايد يعني زين ولا مبزين، ولا الماي هاي بصفة عامة أثناء التمرين أو يوقف ياخذ يشرب كمية زايدة من الماي، هل الماي هذا يأثر على الجسم أو شياته ولا عادي يعني؟ نعم أخوي علي، بتسمع الرد من الدكتورة هند بخصوص الله يحييك وشاكرين تواصلك ويانا برنامج صحة وسعادة، ويعطيك ألف عافية ويومك سعيد إن شاء الله. الدكاترة الطيبين الله يخليهم يا رب إن شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك.
تفضلي دكتورة هند، يمكن الأخ علي يسأل عن شرب الماء، ونحن يمكن أيضا في الدليل هذا ذكرتي أن هناك جزء خاص بالنسبة لترطيب الجسم وشرب الماء وبالأخص في فترة الصيف، ولكن يمكن الأخ علي كان يبغى يعرف شرب الماء البارد أثناء الرياضة أو الجهد، يعني التمارين الرياضية أو المشي، في بعض الناس فعلا تحب تشرب الماء البارد. طبعا احنا دائما ننصح الماي ما يكون شد البرودة، لان درجة يعني ننصح انه يكون مش بارد بزيادة، لان الجسم سوف يبذل طاقة اكثر عشان يسخن هذا الماي البارد. فاحنا نقول يعني درجة حرارة الماي تكون معتدلة، او اذا يبيها شوي باردة ما فيها اشكالية. طبعا اذا هو يشرب الماي قبل التمرين ما في اشكالية، اثناء التمرين ايضا بكميات قليلة بعد ما فيها إشكالية. دائما الماء ما احنا ما ننصح الشخص انه يمنع عن شرب الماء، لكن يحط في باله انه يزيد من كمية الماء اللي يشربها، وخصوصا اذا مارس الرياضة في جو حار وكانت نسبة تعرقه بزيادة، فاحنا هني ننصح انه يشرب ماء زيادة حتى لو هو ما كان يشعر بالعطش، لان احساسك بالعطش هذا معناته ان جسمك دخل في مرحلة الجفاف، فأنت لازم تشرب الماء قبل ما أنت تبدأ بشعورك العطش. لكن درجة حرارة الماء ما تفرق كثير سواء كانت جدا باردة أو جدا حارة، إحنا دائما ننصح أن تكون معتدلة الحرارة. يعطيك العافية دكتورة، شكرا. وأيضا نكمل حديثنا عن سلسلة الأدلة الإرشادية دكتورة هند العوضي، ونتحدث عن مدى يعني نجاح هاي السلسلة أو الأدلة الإرشادية اللي تصدرها هيئة الصحة بدبي بشكل متواصل. طبعا احنا اصدرنا العديد من الأدلة الإرشادية، دليل المخالطين لكوفيد ودليل صحيح. المصابين لكوفيد، الى جانب دليل اللقاحات، فكل هذه الأدلة لاقت صدى كبير، والعديد من الاشخاص استفادوا من هذه الأدلة. ليش؟ لان احنا لما نقوم بإعراض هذه الأدلة مثل ما قلت لك، نحط مكاننا في مكان هذا الشخص، ونحاول ان نحط الأسئلة اللي ممكن تمر على بال هذا الشخص أو أنه ممكن يحتاجها في حياته. يعني هذا الدليل أعد، كل هذه الأدلة أعدت بناء على احتياجات الأشخاص والأسئلة اللي كانت تردنا من القارئين والمتابعين لنا. كل هذه الأسئلة احنا حرصنا أن احنا نقوم بإدراجها في أدلتنا الإرشادية، لذلك كل دليل كان يصدر من قبل هيئة الصحة لاقى رواج كبير، لأنه مبني كان على أسس علمية ومبني أيضا على احتياجات الأشخاص. نعم طبعا دكتورة هند، أكيد هناك طرق مختلفة في موضوع التواصل أو وصول المعلومة والتثقيف لأفراد المجتمع. لو نتحدث دكتورة عن الطرق الأخرى اللي تعتمدون عليها بشكل مستمر في الهيئة لتنمية الوعي وزيادة نسبة الوعي أيضا اتجاه لأفراد المجتمع اتجاه الأمراض وأيضا اتجاه المشاكل الصحية المختلفة، وأيضا جانب تعزيز الوقائي لدى الناس. طبعا احنا لما نقوم بتوعية المجتمع تبنى عدة طرق، الأدلة الإرشادية هي إحدى هذه الطرق اللي احنا نتبناها. طبعا احنا نقوم باستعمال كافة وسائل التواصل الاجتماعي عشان نوصل لأكبر شريحة من الأشخاص، ناخذ رسائل معينة من هذه الأدلة ونقوم بنشرها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، نقوم بنشرها. وأيضا في الحملات التوعوية وفي ظل الجائحة احنا نحرص أن هذه الحملات تتبع كافة الإجراءات الاحترازية، ونحاول قدر المستطاع أن احنا نقوم باتباع كافة إجراءاتنا الاحترازية أثناء عملنا لهذه الحملات التوعوية. سوف نقوم بعدد من حملات توعوية خاصة بالصيف لعدة شرائح من المجتمع نتحدث فيه بالتفصيل. هي عبارة عن حملات تكون دايركت مع المجتمع في العديد من المحطات التوعوية، وبيكون في العديد من الأخصائيين من قبل هيئة الصحة بيكونوا متواجدين إن شاء الله في هذه الحملات. يعني إحنا نحاول نستغل
كافة الطرق، أيضا إلى جانب إحنا بنسوي العديد من المحاضرات الافتراضية لعدد من الجهات إن شاء الله. فنحاول قدر المستطاع أن ننوع في الوسائل التوعوية اللي إحنا نقوم فيها في حملاتنا. يعطيك العافية دكتورة، الحقيقة عملكم يعني جهود جميلة وجهود كبيرة الحقيقة في توعية أفراد المجتمع، ومثل ما ذكرتي دكتورة أنك طرق ووسائل مختلفة تتبعونها، ليست فقط يعني عن طريق الأدلة، وأيضا يعني سواء التواصل ببرامج مختلفة يعني متنوعة، وأيضا دائما هيئة الصحة بدبي توفر يعني أساليب وطرق وبرامج صحية تثقيفية عن طريق يعني البرامج الذكية اللي موجودة بهيئة الصحة بدبي واللي اعتمدتها. يعطيك ألف عافية دكتورة هند، وأيضا فريق العمل الرائع معكم، وإن شاء الله دائما يعني نتشرف بوجودك ويانا دكتورة هند العوضي، رئيس قسم تعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيكم الف عافيه ودمتم بصحه وسعاده. مع السلامه. دمتي بصحه وسعاده دكتوره هند. مستمعينا الاعزاء، وصلنا الى نهايه برنامجنا لهذا اليوم، نتمنى ان شاء الله ان قدمنا لكم معلومات صحيه وايضا مفيده، وهذا هو دائما نهج هيئه الصحه بدبي نحو مجتمع اكثر صحه وسعاده. أحبني أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.